أيها السلام السلام عليكم أخواني أخواتي، شكرا مكتبي موقع شهيد خالد الضرابي وهران. أحييكم أولا بتحية عطرة مباركة. اليوم رانا في بث مباشر من القطب العمراني لمدينة أحمد زبانة، وبالضبط من موقع حفين سكن موقع 3. رانا مع الإخوة مكتتبي القطب العمراني لمدينة أحمد زبانة. تلاقوا اليوم بصفة تلقائية بناء على الأحداث الأخيرة واللي كانت أبرزها صدور فواتير حصة 14000 سكن، وكذلك الفواتير الخاصة ب 5800 سكن واللي كان فيهم عطاهم لي 4 موا، هي نورمالمون لي موا تاع أفريل وماي ما يكونش كاين باسكو كانوا عاد مازال ما سكنوش، وجماعة تاع لي 14000 وصلوا لهم كاع لي فاكتور، ولي فاكتور اللي وصلوا ما يخفالكمش باللي في اللحظة اللي رانا نهضروا فيها ما راش عندنا الغاز، نهضروا على كوتي ار دي ال ماش عندنا الغاز، لي ديتوندر تاع الغاز مازال ما بلاصاولهمش، لي زونتربريز على جيس ايمو مازال ما تانصالاوش، دونك سي اي لوجيك باش يكون كاين التدخل تاع لي فاكتور ولا بحث الفواتير في هذا الظرف. احنا ربطنا الاتصالات تاعنا مع المدير العام لوكاله عدل، راه مشكور هو ايضا على التلبيه تاع الطلب تاعنا، اتصل مع المدير الجهوي، اتصل مع المدير الجهوي تاع لاجيس ايمو، هم ايضا مشكورين على اللبه والطلب تاعنا، الطلب شي تاعي طلب تاع كاع السكان اللي طالبوا باش يكون الغاء تاع هذه الفاتوره حتى يتم يعني تنصيب مقاولات تاع لاجيس ايمو وتبدا العمل تاعها، ونشوفوها احنا باللي بدات تخدم تماك عاد تكون لافاكتيرازاسيون، بشرط اخر انه يكون تركيب تاع لي ديتوندير تاع الغاز، يعني الغاز يكون متوفر ويكون لونتربريز متوفره عاد تبدا لافاكتيرازاسيون. دونك بشر كاع خوتي كاع المكتسبين باللي تم الغاء رسميا هاد الفاتورات، دونك ما غاديش نخلصوهم الى غايه تنصيب شركه تاع لاجيس ايمو، والى غايه تركيب عدادات الغاز على مستوى كل مواقع القطب العمراني لمدينه احمد زبانه ان شاء الله، واللي قضيه متابعه. حنا اش غادي نديرو دروك، حنا غادي باسيونتي شوفوا لي زونتربريز انستالو، نقارعوا الغاز يتانستالا، ومن بعد حنا نجيجو لونتربريز، هذه لونتربريز على جيس ايمو حنا نجيجوها، الا خدمت فيها وفي الخير، الا ما خدمتش كما في المواقع الاخرى حنا من بعد نتفاهموا مع السكان، هما عندهم القرار اي اجراءات نتاخذوها. حنا مادا بينا يكون لو بيان بور لو كونتير باع احمد زبانه، وبالنسبه لكاع لهاد السكان نخليهم هما حتى هما اذا كان عندهم تدخل ولا يقولوا كلمه. السلام عليكم محمد، يعطيك الصحة اخويا. الموقع اقسم لك ربي يبارك فيه، هذا هو الممثل الحقيقي تاع كاع احمد زبانه، هذا هو الممثل الحقيقي، الله يجيك لها في صحته ان شاء الله، كنت منه لا اكثر من هذا ويسالك الخير. السلام عليكم. الحمد لله درجه مع شكر الله، فرحنا وحنا الحمد لله بفضل بن شريف وجماعه كاع الرجال كاع اللي راهم واقفين كاع حتى المدير الثاني اللي تلبى الطلب تاعنا، احنا كلمه الحق نقولوها، اللي يقول واه اللي يقول حاجه مليحه نقولوا له درت حاجه مليحه، دار حاجه مش مليحه نقولوا ما درش حاجه، حتى المدير العام راه وافقنا على المطلب تاعنا، حنا نقولوا له بارك الله فيك. والحمد لله اللي طلعت علينا هذا، وان شاء الله كي يديروا هذه الشركات نخلصوا يصاروها نخلصوا دور مارنا ساكنين نخلصوا. تعال نخرجوا غادي 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 نخرجوا شويه على الموضوع دروك. ايوا راك في دارك، قلنا لك راك تحس دروك، مي راك في دارك كنت كاري ولا كي كنت قبل؟
كاع ودروكي راك في دارك في كاع زوجت بنتي نهار الخميس ما عرضكش تزوج بنتها وما عرضكش اول عرس اول عرس الحمد لله والشكر في دارك راك مهني دروك واحد هنا دونك هذه كخطوه اولى ان شاء الله انه لي فاكتور ما غاديش يكونوا كاينين هادو اللي جاوا كل 14 مي راهم ملغيين بالمقابل حتى تنصب شركه تاع لاجيس ايمو وحتى يبلاصونا الغاز على مستوى القطب العمراني لمدينه احمد زبانه وحنا من بعد هذه قضيه الفواتير من الفواتير كذا كذا حنا من بعد كنا ندرسوها مع السكان يعني احنا اي قرار نتاخذوه ما نتاخذوش بصفه شخصيه نتلايموا مع المكتتبين نتلايموا مع الناس ونفضوها احنا هذا الموازات ما ناش نقولوا احنا غير احنا اللي رانا واقفين ولا كاع خوتنا اللي راهم واقفين تاخونا احمد كان صباح ثاني عند لاجيس ايمو جماعه ثاني اللي هضرت الاخ مبارك ممثل تاع 2003 الاخ فتحي يعني كاع الاخ سليم الاخ الاخضر يعني كاع ممثلين تاعني تاع الاش بي سي 40 يعني كاع تاع كاع المواقع تاعكم كاع الممثلين ما بغيتش نذكرهم لكم كاع اللي اتصلوا بنا ورفعونا هذا الانشغال احنا حاولنا نتواصلوا مع السلطات المركزيه قل للمحسن احسنت وقل للمسيء اسات احنا نقولوا المدير العام اللي لبى يعني فوريا المطلب تاعنا نشكروا على هذه المبادره تاعه وماذا بينا احنا ماذا بينا لو بيان تاعنا انه تكون حقيقه كاينه اون انتربريز ريال ما تكونش وهميه في لو بول تاعنا ويكون كاين خدمات وتكون كاين يعني امور اللي احنا نعتبروها ايجابيه وزياده لو بول ارباع احمد زبانه ما غير هذا الشيء احنا ما نقبلوش دونك هذه باش نكونوا صراحه ما بيناتنا جماعه تاع 6800 اللي لحقتهم لا فاكتور تاع ماي وجوان تكون بعد نديروا عمليه احصائيه ان شاء الله بخصوص هذا المكتتبين ونقدموها للمصالح المعنيه دونك هذه هي اخوتنا بلا ما نطول عليكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.